باش نحصلوا على نتيجه ايجابيه اللي تخلينا نبقاو مستمرين في الرياضه بدون اي مشاكل. نتمنوا كنا نتمنوا ان المقابله تسود بالدور بالجمهور وتكون عندها واحد الحلاوه ديالها، ولكن يعني بعد يعني التوقيف ديال الجماهير نتمنوا اننا نمشيو ونحصلوا على المبتغى ديالنا هو 3 نقاط ان شاء الله باش نكملوا في المسار الجيد. الحمد لله ابراهيم النقاش يعني موجود في اي مقابله، ممكن المدرب انني نرتاح في هذه المقابله لانني عندي ممكن ثلاثه ليزافيرتيسمون، ممكن خلاني نرتاح للمقابله اللي غتكون صعيبه في وجده، ولكن حتى اللي كان في الملعب الحمد لله ادى مقابله في احسن المردود ديالو. نتمناو كيف اللي دخل اللي يقضي وناخذوا 3 نقاط اللي تخلينا نفرحوا الجماهير العريضه اللي تتساندنا في خلال 90 دقيقه. مادام حاملين القميص فريق الوداد الا وتلعبوا على اللقب، حنايا ما غادي نحسموا في اللقب بالنسبه لنا حنايا حتى الاخر مقابله، لان بغينا نلعبوا مقابلات اللي بقاو ان شاء الله بدون اي حسابات ونخليو الفريق الوداد متصدر البطوله ان شاء الله، ونحصلوا على المبتغى ديالنا ان شاء الله والمبتغى ديال الجمهور اللي متشوق انه يحصل على هذا اللقب ان شاء الله هذه السنه هذه.